السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم جبناكم مقطع جديد انه شلون كنت من هذا الفيديو ما اعرفه حدا ولا حدا ابدا. يتساءل شلون بدك تساوي الواتساب الخاص بك في المكالمات. عرفت كأنه ما حدا تقول لك، اذا تقول لك تكتياتك وتفعليهم الكمبيوتر فبتفع عندك. تذكر الا اذا دقيت وعلي تقول انت سويت الميزة بس انا ما حقدر اسويها. وحكي كمان ايه واتساب، اولا حتفوت على الموقع يحول لك الموقع يعني الكمبيوتر نسخة الموبايل بتحملها بنسخة الهاتف. حقيقكم شو شلون حتطلع؟ حيجيكم ثلاث علامات، اول واحدة اللي بالنص دردشات، ثالث واحدة هي الاصدقاء صحي، وهنيك المكالمات اللي راحت عليكم. هيك حتطلع. حيجي شيء بهذا بالمكالمة الخاصة بالواتساب، تعرفوها صفحة الواتساب عادية، بس حننضاف إلى شيء إنه حننضاف ونحن نسود أسود يا حبيبي أسود، إنه حننضاف هذه هي العلامة، علامة المكالمة. إيه بتضغط إذا ضغطت مثلا على المكالمة هيك العطية هذي يجيك هيك صفحة المكالمة. اللي يجيك شوفه المكالمة قدام وفوق اسمه وتحت علامة الفصل وتحت علامة السبيكر وعلامة الدردشة بين ما الليد علامة كتم الصوت. اذا دخلت على فصل نفصل برجعنا على صفحتنا، برجعنا على صفحة المكالمة. فينا نكبس المكالمة وفينا نكتب شيء وناخذ الجوال ونحكي معه وهيك. كان شلون بتفعلها؟ لا تفعل هلا، كل واحد خبر واحد، يعني كل واحد خبر واحد، يعني بتفعل هيك عندك المكالمة. اذا انت ما فعلتها ما عندك بدقولك النسخة الجديدة لازم تكون حدث. اذا بدقولك النسخة الجديدة فبصير نسخته. اول شي لا 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 تفضل. اول شي حتكون هيك الصفحة تبع الواتساب العادي بس بقلبه دردش. بس اذا بس حلعطيك هيك يفضل يقلك فيكك محسن ثلاث دقيقة فاتح الحد الخط تكبس دقيقة فاتح الحد خط ترد عليه حط شيء حتول شيء تغير رائع وحلو. حتستغرب عندك ثلاث علامات للمكالمات، حتستغرب شوي عندك الأشخاص، حتستغرب شيء تاني هو حتتغير علامة بيجيك على علامة اسمها المكالمة. حيستغرب الفيكا بكبس على علامة وايش بيطلع له. حلينعجب الفيكا عن لعب اذا هو بدك، بس ليشوف الفيكا برد. شوف شو حلعطيه دقيقة. حنستغرب الصديق وبعدين شو حلعمل؟ بوت حلعمل فصل توت وخليه يرجع لصفحته العادية اللي فيها كتابة وهيك فيها كتابة والميكروفون والكتابة. بعدين بعطيه مو بو دي اكتر من كلمة صار لتشنج موبايله، يجي اكتر من كلمة كأنه خانقه. وبعدين ايش شو حلصير؟
هيجي يرد مكالمة. والميزة اللي اجت بقلبه انه هون اشعار تكتب له، فحلك بس على الاشعار هيجي عدة كلمات، هيجي عدة كلم اكتب مثل مثلا لا عطوتك كلمني انا ما بحب اروح، حلك بس عليها وبعدين هلا رجع له اكتب له الكتابة اللي كتبها، بعدين بيرجع رفيقه حيرجع لدق له رفيقه، حيضل يرن ولرن حتى لي حيضل لرن لرن حتى تتجنش وبلطفي جهاز هيك، حتى بلتجنش كتير، بروح فيها الهاتف من كتر التسنش بسنجو، بتروح كل الصفحة بصير فاضي بلتجنش، بعدين بكون هيك خسرت واتساب. هيك عم تكون طريقة التفعيل واتساب مكالمات. لا تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب اشتراك في صفحتي. يلا مع السلامة.